يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. حملوا هذا الدين، حملوا هذه الدعوة، وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها ليبلغوا رسالة الإسلام، حتى وصلوا إلى غور الأردن. ومع السؤال 29 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: اذكر 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا في غور الأردن. اذكر 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا في غور الأردن، فمن هم؟ رضي الله عنهم ورحمهم الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا، أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء يرون بي الشوك من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد.